وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا صاحب الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قدم لنفسك ما استطعت من التقى، إن المنية نازل بك يا فتى، أصبحت ذا فلح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صاحب الجبين الأزهر والخد الأنور الذي وهاب من هيبته ملك بني الأسفر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصاً على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين وإمام المتقين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب الذي كان رأيه موافقاً للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وعلى أسد الله طالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السعيدين الشهيدين المظلومين المقتولين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمه المطهرين من الأدناس المكرمين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر اللسان
عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أهلك الكفرة والفجرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشدد شملهم ومزق جمعهم وقلب تدابيرهم وفل حدهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سفسدي كر لے اندر کافی گنجائش ہے